وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل، والعدل والميزان جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقسط هاهنا هو الكتاب والسنة. تطبيق شرع الله عز وجل والحكم بما أنزله الله تعالى، فإن هذا من حقوق الرعية على الإمام أو على الولاة، أن يقيموا شرع الله عز وجل وأن يحكموا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا كل ما خالف ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يقول المفسرون في هذه الآية، قالوا: هذه الآية تدل على أنه إذا حكم، أن الإمام إذا حكم، وهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يدخل تحته ولاته ونواب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة المسلمين، فإنه هذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة. ودل على هذا، ودل هذا على بيان القسط، وأن القسط الذي تقدم يعني في الآيات، أن الله قال معنى القسط هو ما شرعه الله عز وجل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. وأيضا في قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل، والعدل والميزان جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقسط هاهنا هو الكتاب والسنة. فاحكم بينهم بالقسط، أي احكم بينهم بالكتاب والسنة.